معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي سيد نظير الكندوري. مرحبا بك استاذ نظير. على الرغم من وعود رئيس الوزراء المكلف بانهاء عرف المحاصصه منذ عام 2003، ولكن وكاله فرانس بريس اكدت ان توزيع الحقائب الوزاريه في الحكومه المقبله سيكون ايضا عبر هذه المحاصصه، يعني في ظل الشواهد والضغوط الحاليه، كيف ترى مضمون وشكل هذه الحكومه المقبله؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمه. يعني ما وصلت اليه هذه الوكاله من استنتاجات بان الحكومه القادمه سوف لا تختلف عن الحكومات السابقة من حيث كونها حكومة محاصصة هو ليس بجديد، وهذا هو المتوقع. ذلك لأن يعني تشكيل حكومة من غير تلك الأحزاب التي فازت بالانتخابات سيعني أنه ستكون حكومة هشة يعني قابلة للسقوط بأي مؤثر. كذلك يعني ربما لن تحصل على الثقة من البرلمان، كونها يعني هذا البرلمان المشكل من كتل سياسية لا يوجد لها تمثيل في هذه الحكومة. وكما نعلم أن طيلة الفترة التي كانت تشهد صراعات ما بين هذه الكتل هو للفوز بالمناصب الحكومية في الحكومة القادمة، يعني من المستبعد أن تتنازل هذه الكتل عن استحقاقاتها بالحكومة القادمة. ولكن بعضهم يقول أن عادل عبد المهدي اختار أكثر من 600 طلب من بين نحو 15,000 طلب مكتمل، فهذا تغيير كما يقولون. أنا يعني هذه النافذة الإلكترونية والموقع الإلكتروني اللي يعني انفرد به عادل عبد المهدي لم يفعلها من قبله رئيس وزراء لا في العراق ولا في خارج العراق. يعني أنا أراها أنها يعني هي النافذة أو النافذة الخلفية للكتل السياسية للدخول بالحكومة. فمن خرج من الحكومة من الباب سيعود من النافذة الإلكترونية وبوجوه جديدة تمثل تلك الكتل، ولكن يعطون فكرة للمواطن العراقي بأننا اخترنا شخصيات من الشعب وليست من الكتل السياسية، وهذا تدليس وتورية إنجاز التعبير. نعم. نعم يعني هو مجرد يعني تورية، وإلا فمن غير الممكن أن يأتي أي شخص ويستلم منصب وزاري وبعضها مناصب سيادية من غير هذه الكتل. يعني كما ذكر أثيل النجيفي اليوم يقول إذا تم تشكيل حكومة وفق ما يدعي عادل عبد المهدي بأنها حكومة غير بعيدة عن المحاصصة، فهذا معناه انهيار للنظام السياسي الذي تم تشكيله منذ 2003. وهذا الأمر لا يتم المغامرة به ولن تسمح به لا إيران ولا الولايات المتحدة. فهذه يعني مجرد خدعة يخدعون بها الناس. يعني كما تفضلت، إذا كانت الحكومة المقبلة محكومة بالمحاصصة، ماذا سيقدم إذن عبد المهدي غير تلك الوجوه القديمة؟ وهل برأيك سيقبل الشارع المنتفض على هذه الوجوه، سيقبل بهذه الحكومة المقبلة؟ هو هنا الشيء الجديد اللي جاء به عبد المهدي هو انه استبعاد الوجوه الجديده دون استبعاد الوجوه القديمه دون استبعاد الكتل السياسيه. فالمؤمل انه ستكون عبر يعني هؤلاء اللي اختاروهم عن طريق الموقع الالكتروني هم سيكونون ايضا اعضاء بتلك الكتل ورشحتهم تلك الكتل وينفذون اجنده تلك الكتل السياسيه. وبالتالي لن يتغير شيء سوى تغيير الوجوه، لكن حقيقة الأمر سيبقى كما كان منذ يعني 2003 ولحد الآن، لا تغيير حقيقي في النظام السياسي في العراق. هناك تصريح مهم لبرهم صالح، قال إن هناك احتقانا خطيرا في نظام الحكم بالعراق لا يمكن تجاهله. ما النتائج المنتظرة من هذا الاحتقان الذي اعترف به رئيس الجمهورية الجديد؟ يعني هذا اعتراف من رئيس الجمهورية بأن المقبل ربما يكون خطير وخطير جدا، وكذلك يعني تصريحات أثيل النجيفي تدل على أن الحكومة القادمة إذا يعني لم تخرج من هذا النفق ربما سيؤدي إلى انهيار الحكومة أو انهيار النظام السياسي الحاكم البلد، والدخول البلد في فوضى مسلحة
لا سيما وان كل الاحزاب تحمل السلاح، اضافه الى تواجد الميليشيات، ربما سيجعل العراق كما كان الصومال في فتره ما بعد انهيار نظام الحكومه في تلك البلاد، ستكون عباره عن جماعات مسلحه متناحره للفوز بالحكومه. هذا يعني سيناريو خطير جدا، يعني لا يعني ممكن توقعه بسبب انسداد او عقم النظام السياسي الحالي في العراق، ولا توجد بارقه امل بانه ممكن اصلاح هذا النظام. هذا النظام غير قابل للاصلاح، انما يجب تغييره بنظام سياسي جديد. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث السياسي العراقي سيد نظير الكندوري.